بسم الله تعالى بركاته. عبد الوكيل الحراق احد الساكنة فرنسا مولاي عبد الله في نقطة كليمونفو اللي كتسمى الان عبد الله عبد القادر المفتخر. حنا استبصرنا خيرا على اساس ان فرنسا غيتم اعادة التأهيل ديالو في الجامع، كلشي استبشر خيرا وكنا فرحنا. لكن الان لما بغض النظر على الكيفية الاشغال والطريقة باش دارت ومجموعة العوامل حنا ما ندويوش عليها، قلنا المهم الخاتمة هي الاهم. فالان لقينا انه قادوس ديال الماء كيشتو راه ربما سجلتوه تفرقع في الشارع بعيد على البرنس، هذاك الماء نزل ديريكت للبرنس وعمر البرنس واحد الصورة ما كيتصورش على البال. هو الفيديو عندنا قبل ما يجيو صحاب اليديك وعبسوا الماء ويجيو الناس يصلحوا المشكل. السؤال المطروح عندنا هو الوقت اللي غتصب الشتاء، كي غيكون الحال ديال فرنسا، كاع المياهات كلها غتتخرق وغادا تجي كلها تجي فرنسا، بمعنى لا بونت ما مديوراش هي هذيك. لما بمعيات الجمعيه ومعيات ديال الاخوان جا واحد الممثل ديال الشركه، لما دوينا معاه هز عنا كتافه وزاد بحالاته وما بغاش يتكلم معنا وقال لك نطح راسك، يعني دبر راسك شنو غدير. الان حنا نطالبوا المسؤولين انه اعاده النظر ومحاسبه هاد الناس هادو، اعاده النظر في هاد المشروع ومحاسبه هاد الناس على هذا الخطا الكبير هذا، فضلا على انهم البلونطاسيون كلها تحيدت اللي لقينا دابا الان اللي كيبان لنا كلشي زفت، ما بقاش الفرنس حيدوا منه حتى البلونطاسيون ولا دابا كلشي زفت. لذلك فحنا كنطالبوا اعاده النظر في هذه الامور هذه، وتطالبوا المسؤولين لمتابعه هذه الشركه هذه اللي قامت بهذا العمل العشوائي، ومن فوض لها هذا الامر هذا، ومن يعني اللي فوض هذا الامر ما تابعش المراقبه ديالها. وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاه والسلام على اشرف المرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين. من منسق العام لجهه الدار البيضاء صدات للحزب اصلاح والتنميه، كنشوفوا هذه الحاله اللي في الفرنس، هاد الحالة هاد الفرنس اللي وصل الميزانية ديالو التكلفة ديالو 2.8 مليار وما يزيد عليها. شوف كنشوفوا هاد الودان ديالهم طرحوا وخرجت على السكينة ديال الفرنس والناس تيغوتوا وتيطلبوا. وشوف الحالة ديال المياهات اللي خارجة من السكينة، وهاد الودان مفروعين ها هما، كنشوفوا الحالة ها هما، واش حالة الناس كلشي كيشكي هنايا، لأنه هاد الحالة حالة خايبة. وصلنا 2.8 مليار، وهاد الحالة باقا. واش عباد الله فين المواطنة؟ المواطنة ديالنا فين هي؟ فين الأخلاق؟ فين التربية؟ فين هاد رئيس الجماعة؟ فين هاد العمدة؟ فين هاد السلطات التنفيذية؟ حشومة، هادشي راه عيب. وراك حنا تنكون في الوطنية وتنكون في كل شيء. هذا المنسق الجهوي للحزب الإصلاح والتنمية، رانا تنادي جميع السلطات ديال الدار البيضاء، شوفوا هاد الحالة، شوفوا هاد الفرنس اللي وصلوا لواحد الميزانية ما يتكلف عليها 2.8 مليار، والحالة ديالها كيدير. شوفوا الودان. وراه هادشي راه حنا ما غنوصلوش، راه شوف راه حنا ما نوصلوش في هاد البلاد الا غنبقاو في هاد الحاله ديال تشتيت اعمال ديالنا ونفقوا بعضياتنا وما نخدموش بلادنا. راه المواطنه هي كل شيء، سمعتي، المواطنه ديال الانسان هي كل شيء. راه انسان اشنو قال سيدنا؟ قال حلوا مكاتبكم واستقبلوا مواطنكم وحلوا مشاكلهم. فين هاد حلوا المشاكل؟ فين هاد المشاكل اللي كنحلوا حنا؟ واش حنا تنشوفوا الحاله حال الله؟ راه هذه ولات حاله حال الله. وننادي السيد رئيس الجماعه، وننادي السيد
العمده جهه الدار البيضاء سطات. سمعتيني على هذه الحاله ماشي باش غادي يخدم بوحدو، راه ما قدرناش نخدموا نشوف حالتنا، نخلو حالنا ونشوف حالنا، نخدموا بمعقولنا نشوف حالنا. كنا نخدموا واخا ما كناش غنخدموا نخلو الواحد اللي غادي يخدم صافي. راه هادشي راه حنا كثرنا وكثرنا وكثرنا تنطلبوا هاد السكينه كلها تطلب هاد الحاله على هاد التعسفات اللي الساكنه والتجار والمقاهي وكلهم يناديوا راه بلادنا راه بلادنا راه بلادنا، راه خصنا نحتفظوا على بلادنا ونحتفظوا على ارضنا ونحتفظوا على على ولادنا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الى عجبك الفيديو خلينا اعجاب وتعليق، دير ابوني وفعل الجرس باش يوصلك كاع الجديد ديالنا، وما تنساش تتابعنا على جميع مواقع التواصل الاجتماعي.